بعرف أني حطيت حالي بموقف غبي. لا ما تحكي هيك، هذا القرار ما كان لازم أخده لحالي. سوهان، نحن منحب بعض، أو على الأقل كنا هيك فعلا قبل بثانية واحدة من لما طلبت إيدك. أو أنا هيك كنت فكر. معقول لوحدي كنت حاسس بكل هالمشاعر؟ لا تخبص هلأ. ليش؟ ما في مرة وحدي قلت لك بحبك وقلتي لي وأنا بحبك كمان، ليش سوهان؟ بولانت، قلي لي أنت بتحبيني؟ مرحبا. أهلين. كأنه رأى الجو بيناتكم؟ منيح، هالمكان حلو كتير، رائع. هو هيك. اجيت لحالك؟ جيب لك صحن يا بيك؟ لا لا، مالي حابب اني ازعج حدا، رح اخذ طاولة. صحة وهنا. شكرا لك. شو في سمك هذا الموسم؟ في بلاموت لوفر؟ في عنا وتازة كمان. حلو كتير، جيب لي واحد بلاموت وجنبه سلطة جرجير بالجبن البيضة. جاي لهون قصدا. حاضر. بس لحتى يخليني اتضايق واعصب. انت ليش عم تشغل بالك بوجوده؟ اصلا هو رح ياكل ويمشي. رح ياكل وبعدها يرجع يروح لعندكم. اذا بدك نمشي. ما بدي. هذا الزلم يتسلل على حياتكم بالتهديد، مو ملاحظه؟ وخلى ابوك يسده كمان ويرفع الرهن عن الارض، يعني عم يوصل للي بده اياه تمام. الرهن ما كان موجود من الاصل. اصلا هذا هو يلي عم حاول اقوله. تحسين كورلوداك اول مره بيعمل هيك، وكمان سحب كلمته وتراجع واستسلم. بولانت، يا ريت ما تنسى يلي صار. بيته احترق بس البلد فيه فنادق، ما هيك؟ اذا كان ابوك عن جد ممنون له، ليش ليقعدوا ببيته؟ يستاجر له بيت او حتى يحجز له بالفندق، ليش لحتى يخليه يكون بينكم؟ لو سمحت، عندكم كالابورا باستي؟ لا والله يا أستاذ، بعتذر منك. مو مشكلة، يمكن ضل منا بالبيت. كلامك مزبوط، بس ما بعرف لوين عم تحاول توصل. رح يشتغل مع أبوك هلأ؟ ما بعرف شي. أنا بعرف، كورهان هو اللي قال لي. كيف بهالسهولة أبوك وقع بشباكه لهالزلمة؟ قلت لك أنا ما بعرف. سوهان، مين هذا الزلمة يا ترى؟ شكرا. شو رأيك نمشي؟ طيب. لو سمحت. لحسن.